وبالعودة إلى زيارة الوفد الأمريكي الرفيع المستوى إلى تركيا، ينضم إلينا من بيروت الدكتور طارق عبود، باحث في الشؤون الدولية. أهلا بك دكتور طارق. أهلا وسهلا. إذن بعد فضيحة رسالة ترامب ووصفه لأردوغان بالأحمق، طالب أحمد داود أوغلو شريك أردوغان في مرحلة سابقة برفض الاجتماع مع الوفد الأمريكي احتراما للدولة التركية، باعتقادك هل سيقبل أردوغان بالإهانة ليحفظ اقتصاده المتأزم أصلا، أم سيرد الإهانة برفض الاجتماع وخسارة اقتصاده وبالتالي شعبيته؟ يعني حقيقة المعركة بين أردوغان وبين دونالد ترامب هي ليست هذه معركة شخصية أو معركة بين دولتين. ما فعله دونالد ترامب مؤخرا عندما انسحب من الشرق السوري، نعم، طب منح تمريرة حاسمة لأردوغان لكي تدخل في الجغرافيا السورية عبر الاحتلال أو عبر العملية التي أطلق عليها جبع الحنان أو نبع ما بعرف شو هيدا، أطلق عليها نبع السلام وهي بعيدة عن السلام، تفضل. نبع السلام، نعم، نبع السلام. فلم يأتي من أردوغان إلا السلام منذ العام 2011 إلى يومنا هذا في الشأن السوري وفي تدخل في كل شؤون المنطقة. ما يعني صدر عن دونالد ترامب في هذه الألفاظ النابية، هذه شخصية دونالد ترامب حقيقة، وهو لم يترك يعني لا الرئيس التركي ولا حلفائه في حلف الشمال الأطلسي ولا في الجي 20 ولا كل هذه التفاصيل إلا ويعني أشعل معها خلافا ما، ولكن لا. هذه الألفاظ التعبيرية لا تسيل على الأرض حقيقة، لأن الأتراك دخلوا الأراضي السورية وفعلوا ما يريدون، ولو لم تتفق الفصائل الكردية مع الدولة السورية ويدخل الجيش السوري إلى منبج وإلى شرق الفرات لرأينا المجازر يعني قد فعلت بحق المكون الكردي في الدولة السورية. نعم يعني كان العربية. يعني محور سؤالي أنه هل سيلتقي أردوغان بالوفد الأمريكي بعد هذه الإهانة ووصفه بالأحمق؟ يعني مثل ما صرح أردوغان أنه لن يلتقي بومبي وبمايك بينيت، لأنه يعتبر أن الأمريكيين يعني يريدون أن يفرضوا عقوبات على الدولة التركية، وأنا لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذه المرحلة. لو كان دونالد ترامب يريد بأردوغان أن يتدخل في الشأن السوري أو أن يجتاح الشمال أو الشرق السوري لكان بقي أو أبقى على هذه القواعد الأمريكية أو اتفق مع أردوغان على هذه المنطقة الآمنة التي تكلم عليها طويلا، ولكن انسحابه بهذه الطريقة منح الضوء الأخضر لأردوغان لكي يتدخل في الشأن السوري. وهذه يعني هذه الخلافات الشكلية أنا أعتقد بأنها ستزول مع مر الأيام، لأن الأمريكيين لا يريدون لتركيا أن ترتمي في حضن الروس. دكتور طارق اسمح لي هنا، لكن هنا ترامب قال أنه إذا لم ينتج عن هذا اللقاء نتائج سيدمر اقتصاد تركيا. إذن الوافد الأمريكي الرفيع المستوى جاء إلى تركيا ومعه حقيبة من العقوبات، وهي يعني حتى بحسب نتائج الاجتماع ستنفذ أم لا؟ يعني أنت تصدق ما يقوله دونالد ترامب؟ دونالد ترامب كل يوم يقول لا، هذه تصريحاته يعني هو كما الكل يعلم كل ساعة في تغريدة وكل ساعة في رأي. عزيزي هو وعد الفصائل الكردية أن يقف إلى جانبهم ويكون في مقابل العدوان التركي، وبين ليلة وضحاها رأيناه ينسحب من شمال وشرق سوريا من دون أن يخبر حتى حلفائه الفرنسيين والبريطانيين وقوات قصد الديمقراطية والفصائل الكردية. دونالد ترامب لا رابط على كلامه، هو سويعاتي، وكل يوم يعني يتلو موقفا جديدا. المهم في العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين أنقرة هي أن تبقى أنقرة في حضن حلف الشمال الأطلسي وأن لا ترتمي في الأحضان الروسية. هذا هو بيت القصيد، فكل هذه الشكليات والعنتريات التي يقولها دونالد ترامب لن تسمن ولن تغني من جوع. الأتراك دخلوا إلى الجغرافيا السورية واحتلوا بعض القرى في تل أبيض وفي رأس العين، ولم يحرك الأمريكيون ساكنا بل انسحبوا وأفسحوا الطريق في الأتراك لكي يدخلوا. الأمريكيون لا حليفة لهم ولا عهد لهم،
ولا يكونون دائما وابدا هم يعني خائنون لخلفائهم او وكلائهم في المنطقه وفي العالم. وصلت فكرتك دكتور طارق. سياق تاريخي كبير يعني. اشكرك جزيل الشكر دكتور طارق عبود باحث في الشؤون الدوليه، كنت معنا مباشره من بيروت.